السلام عليكم ورحمة الله، كي داير إخواني أخواتي، لاباس عليكم؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ الفيديو ديالي، نبغي نشكر جميع الأخوات أو الإخوان الجدد اللي انضموا للقناة ديالي وكيخلوا لي تعاليق جميلة جدا ومحفزة، شكرا لي بزاف. بالنسبة للفيديو ديال اليوم، غادي ندير واحد كيك سافوا، الكيك اللي كتجي مويلو. ننتقلوا للمقادير. بالنسبة لهاد الكيك، غنحتاجو 6 البيضات، قبيسة ديال الملحة، عندنا 150 غرام ديال سنيدة، عندنا 70 غرام ديال مايزينا، وعندنا 90 غرام ديال الدقيق. بالنسبة للخميرة الكيماوية، كما كتشوفوا ما غاديش نديروها، مشيو لطريقة التحضير. هنا كما كتشوفوا، فرزنا أبيض البيض على أصفر البيض. في هاد الحالة غادي نطرب بياض البيض، غنزيد عليه قبيسة ديال الملحة. المهم البياض البيض طربنا حتى ولا ناج، وكما كتشوفوا دابا غنخليو جانبا وغنمشي نطربو اسفل البيض وسنيدة. دابا غناخدو نطربو اسفل البيض سنيدة، قلنا 150 غرام اسفل البيض وسنيدة، غنبقاو نطربوهم حتى يولي اللون ديالهم ابيض. كما كتشوفوا دابا غادي نمشيو نغربلو النواشف، مايزينا وفوس، صافي كنخلطو هاد العناصر. دونك دابا غناخدو أصفر البيض أو سنيدة أو غنضيف ليهم الدقيق، يعني ضروري البنات بالنسبة لأخصو بديك المبتدئات، يعني البيض من بتبغي طربوه يعني طلعوه، خاصو يكون تخرجو من الثلاجة، إلا كان في الثلاجة تخرجو من الثلاجة قبل، وطربو يعني سفل البيض طربوه، بالنسبة للبيض طربوه حتى يولي ناج، بالنسبة لأسفل البيض طربوه تقريبا 10 دقايق. نبقاو بشوية بشوية ندخلو الدقيق، صافي وغنبقاو الكمية الأخيرة. في هاد الحالة غنضيفو بياض البيض، غناخدو نصف كمية ديال بياض البيض، غنبداو من تحت الفوق، غنضيفو نصف الكمية المتبقية. دابا غنجيبو المول ديالنا باش غادي نحطو الكيك. بالنسبة للمول كما كتشوفو، دهنتو بالزبدة وعشيتو بشوية دقيق، وغنوضع الخليط. دونك هالكيك ديالي دابا بعد ما وضعته في المول، غندخلها الفرن يعني 170 درجة وتقريبا على حسب لي 20 دقيقة. هنا الكيك بعد ما خرجته من الفرن، كناخد واحد السكين كنحاول ندخلو باش نشوفو واش طابت. دونك دابا طابت الكيك ديالنا، دابا غادي نمشيو نزينوها. دابا غناخدو الشبيكة ديال الفرن، غنحاول نديمو ليه الكيك ديالنا. هاهي الكيك ديالنا، يعني كيك طلعات بلا خميرة كيماوية، كتجي رائعة مفشفشة. نحاول نغبرو هاد السكر كلاصي، عرفتي البنات كتجي مفشفشة رائعة، موش فشفشة. المهم هدا هو التزيين ديالها، غنحاول نرافقها بواحد لاصوص ديال الشوكولا، أنا الوليدات كيما كتعرفو كيبغيو الشوكولا. هانتوما البنات، هاهو الشكل ديال الكيك، أنا قطعتها باش تشوفو الشكل ديالها، كتجي رائعة وغندوقها قدامكم ونقول لكم رأيي فيها. تي الكيك عندي على واحد شويه الشوكولاط، داروي الشوكولاط هي من ناحيه مويلوها، مويلوها شوف
بسم الله. واعر البنات والله حتى واعر. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، واذا عجبتكم بارطاجيوها مع العائله والاصدقاء والاحباب ديالكم. بالنسبه للناس الجدد اللي انضموا للقناه، نتمنى ان شاء الله انهم يفعلوا الجرس ويديروا الاشتراك ديالهم. وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.